أكدت الوكالة الفرنسية للتنمية ثقتها في الاقتصاد المصري بعد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة ودعمها لمشروع تنموية جديدة في مصر. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار سحر نصر مع نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية فيليب بودون بباريس. وبحث الجانبان الرؤية المستقبلية للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي، كما اتفق على شراكة استراتيجية جديدة بناء على احتياجات الشعب وأولوية برنامج الحكومة. وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا.